إن شاء الله عودة إلى الراديو سبع الطائرة. طبعاً المدرج اللي هو رانوي 16 الفريكوانسي تبعته it is 110.10 ميجاهرتز. دخلناها إلى راديو الطائرة. وفي نقطة مهمة كمان اللي هو رادار الطائرة لحتى الكوليجن، لحتى ما يصير في أي اصطدام مع طائرة أخرى نشغله ونعمل أهم شيء تست. لازم نختبر الرادار تبع الطائرة. طبعاً هو بلش يختبر الرادار، عملنا طيارة وهمية، والآن بعد قليل حيقولنا تيكاس أوكي، إنه الرادار إتس أوكي باس، يعني الرادار شغال 100% لأي اصطدام بالطائرات. نبدأ إن شاء الله بسم الله بإقلاع الطائرة. طبعاً في نقطتين بالإقلاع، أهم شيء الطيار يكون مركز على نقطة أساسية إنه ما يزيح عن المدرج، عن وسط المدرج. نحن عم نحكي بسرعات عالية جداً، عم نحكي ب 150 إلى 180 نوتس بير أور، فإذا زاحت قليل شوي صغيرة يو ار اوت. فإن شاء الله نبدأ. طبعاً في شيء اسمه توغا ثروتل اون ماكسيموم، يعني نعطيها ثروتل على 40% أول شيء. بعد ما يصل عندنا الكروز إلى 40% نعطيها توغا اللي هي ثروتل اون ماكسيموم حتى نحافظ على أداء الانجنز. حنشوف التوغا. طبعا الفي 1 اللي كنا عم نحسبها حسبها الاف ام سي حتجينا بعد قليل، اتفقنا عليها. ما قبل الفي 1 ممكن تقف الطائره على المدرج بدون اي مشاكل. في 1 سمعنا عندنا كوفيدر في 1 روتيت، حنبدا نعلي البيتش. طبعا على الفي 2 وي ار اوف، حننتظر الى ال 400 فيت ونشغل اوتو بايلوت. طبعا بوزيتيف التيتيود بوزيتيف. طبعا اهم شيء البيتش نخليها بلو 20، بلو 20 ديجريز. ممكن الان نشغل اوتو بايلوت اللي هي السي ام دي ونشغل ال ناف. والان بلشنا نشوف الطائره. شوف ممكن نحن نشغل الليفل سبيد لحتى ما يصير في عندنا اوفر سبيد، ونعلي الفلابس نرجعهم الى مكانه عليه. وطبعا فينا نقول نحن الان بدانا نرتاح. الان الطائره تلقائيا الماء ماي هاندز ار فري. الطيار الالي يقود الطائره الان بكامل ادوات الطائره. انا ما عندي اي عمل انا اعمله غير اني اراقب البانلز. يعني وظيفه الطيار اكاديميا ليس ان يقود الطائره بل ان يراقب الطائره. الذي يقود الطائره هو الطيار الالي، هو الاوتو بايلوت. بنسمع عنه كثير نحن الاوتو بايلوت. نحن طبعا شفنا الانجنز الان وطى السرعه اوتوماتيكيا لانه ما عاد في عندنا كروز، ما عاد في عندنا ارتفاع كلايمبنج، لان نحن محافظين على ارتفاعنا 3000، رايحين على نقطه زلقه اللي اتفقنا عليها اللي هي نقطه زلقه موجوده هي طبعا. وهذا البحر، وهي مدينه بيروت. هذه جبال بيروت. وحننزل على مدرج رقم 16. طبعا وفي عندنا طبعا في البوينغ ميزه حلوه اللي هي تيرين رادار، اللي هو الرادار تبع الجبال او اصطدام انه هل في جبل مرتفع او شيء. طبعا انا شغلته. النقطه الحمراء انه اذا بديت محافظ على ارتفاع 3000 في اصطدام عند النقطه هذه اللي هي الجبل، اللي هي الجبل اللي على يميني. هذا الجبل اللي هو ضاوي الان احمر عندي على الرادار، ارتفع اكثر حيصير اصفر، وبعدين يصير اخضر اللي هو السيف، سيف التيتيود. طبعا الان نحن حنقرب على نقطة زلكا اللي هي تقريبا صايرة فوق البحر. حنلتف من عندها ونبدا اجراءات اللي هي لاندنج. وحنتعرف على اجراءات اللاندنج اللي هي الاي ال اس، ايش حنعمل خطوة بخطوة. طبعا الاوتو بريك نحن صرنا اوف، واللاندنج جير على ستاند باي مود، والفلابس زيرو.
طبعا ميزة البوينج انه طول ما هذا ما في اي شيء ضاوي بهالمنطقة هاي you are flying perfectly. المنطقة هاي اللي هي الاعطال defaults الاعطال اللي فيها مشاكل. طبعا الحمد لله احنا ما في عندنا اي مشاكل في اي شيء في الطائرة، لا في المكيفات لا في المحركات لا في الكهربائيات ولا في الهيدروليكس ولا في اي شيء الحمد لله. وفيها ميزة البوينج اختبار اللايتس تبع الطائرة كلها ممكن نعملهم تست، كل شيء اسمه لايت في الكابين مثل ما شفنا ضوء لنختبر انه برك الضوء انه كان معطل او شيء، نرجع نردها الى وضع الطبيعي. طبعا نتعرف قليلا على اعضاء مقاطع الطائرة. هاي الكوكبيت ممكن نحن نشوف الأضوية اللاندينج اون، اللوجو اون، بوزيشن ستروب اون، انتي كوليجن اون لايتس، الوينج اون، التكييف التكييف طبعا اللي هو مكيف الطائرة، الكنترولر الفورورد الافت اللي هم الركاب، ممكن انا اتحكم بدرجة الحرارة تبعت الكابينة زي ما انا عاوز ديجري سلسياس، ولكن المعتمدة هي 21 الى 22 ديجري سلسياس بالطائرات، طبعا يختلف من منطقة ومنطقة. طبعا في شغل اللي هو الانتي ايس، خليهم اوتو مثلا وينج ايس في حال كان في جليد او الطقس، بس اظن انه الطقس في لبنان الان ربيعي حسب الوذر فما في اي مشاكل، ممكن نخليهم اوتو ما في اي مشكلة. طبعا نحن الان فوق نقطة زلقة، نعمل زوم قليلا بعيدين عن المطار 3.7 نوتيكال مايل، ونقترب الى نقطة زلقة عفوا نقطة زلقة 3.3 نوتيكال مايل. موعد الوصول الى نقطة زلقة اللي هي 10.08.7 زولو تايم، زولو تايم اللي هي اوقات مطارات العالم على ساعة واحد. طبعا نرجع الى وضعيتنا. طبعا الجليد سلوب اشتغل عندنا طبعا لانه احنا مش بعيدين عن المطار، احنا ماكس